ايمان شلبايه اكسون موبيل ايجيبت بزنس فينشر مانجر. فخوره اني ارأس لجنه المسؤوليه الاجتماعيه لايجيبت اويل اند جاز، وعلى مر السنوات اللي فاتت بالمشاركه مع شركات البترول في قطاع البترول كله كنا بنعمل في التعليم، تعليم الشباب في الجامعات والمدارس، رفع وعيهم سواء الوعي على البيزنس او الوعي على التكنيكال اكسبرتيز مع الوعي البيئي ووعي الامان والسلام. السنه دي ومع وجود جائحه كورونا فكرنا سويا ان احنا نحط ايدنا في ايد بعض وندعم قطاع الصحه في مصر تحت رعايه معالي وزير البترول المهندس طارق الملا، ودي كانت بالشراكه مع مصر الخير. الفكر ده ما كانش سهل، حطينا ايدنا في ايد بعض واطلقنا مبادره سميناها ايد واحده، ودي تعتبر نموذج للقطاع في مصر لان احنا اول قطاع يشتغل سويا بمشاركه قويه وفعاله في اننا نشتغل تجاه يعني هدف واحد. اشتغلنا كمان بالمشاركه مع وزاره الصحه والسكان في ان احنا نعرف ايه احتياجاتهم من المستلزمات الطبيه، جبنا عينات مختلفه علشان نقدر نتاكد ان هي دي العينات اللي هتستخدم في يعني الفايتنج على كوفيد. ما خدتش يعني طريق سهل، كان طريق صعب جدا ان احنا ننزل ونروح ونجيب العينات المختلفه، الفريق كله اشتغل مع بعضه لحد ما فعلا وصلنا المستلزمات الطبيه لوزاره الصحه، وكان لينا دعم قوي جدا من معالي الوزير ووزاره البترول ككل. بشكر كل الشركات اللي اشتغلت معانا، وان شاء الله نجاح من نجاح، وهنكمل المسيره دي ان شاء الله. شكرا.